من هنا بمقر النادي الأهلي في الجزيرة هاخدكم جولة لأبرز وآخر الأخبار وكمان الأجواء هنا داخل النادي. في البداية هتكلم عن توافد الأعضاء. الحقيقة أنه في هدوء نسبي في توافد الأعضاء. أغلب الأعضاء المتواجدين في الفرع من فئة كبار السن، وده طبعا بسبب عودة الدراسة مرة أخرى. أما بقى عن درجة الحرارة، درجة الحرارة داخل الفرع 26، الجو لطيف حتى الآن، لكن ياريت كل الأعضاء تاخد بالها لأن كل خبراء الأرصاد محذرين أنه هيكون في تقلبات في الجو لحد يوم الأحد المقبل. أما بقى عن الحالة المرورية، الحقيقة أنه مع الأسف في تكدس وازدحام في الطرق المؤدية لفرع الجزيرة، سواء كوبري قصر النيل أو كوبري 15 مايو. دي الأجواء هنا داخل النادي. هننتقل بقى دلوقتي للأخبار، نبدأ بالأخبار الاجتماعية. الحقيقة أن لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة حابة تفكر كل الأعضاء أن بكرة هيكون في عروض فنية لأبناء ذوي القدرات الخاصة، هتكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، واليوم هيبدأ الساعة 5 مساء، فريت كل الأعضاء تلبي الدعوة وتكون موجودة داخل الفرع من الساعة 5 مساء. كمان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قام أمس بجولة تفقدية طبعا لمشاهدة آخر أعمال التطوير والأعمال الإنشائية هنا داخل الفرع، والحقيقة أنه في نهاية الجولة وجه بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية طبعا حسب المدة الزمنية المحددة، وده طبعا كله لخدمة أعضاء النادي. دي الأخبار الاجتماعية. نروح بقى دلوقتي لآخر أخبار الفرق الرياضية، ونبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. الحقيقة أنه مبارح استأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته بعد طبعا الراحة لمدة يومين منذ عودة الفريق من المغرب، والنهاردة بالتأكيد هيكون في تدريب، وبعد التدريب هيقوم الجهاز الفني والفريق بعمل مسحة طبية طبعا وفقا للبروتوكول بعمل المسحة الطبية قبل أي مباراة رسمية. كمان حابة أقول أن في أخبار حلوة لكل الأهلوية، وهو أنه امبارح شارك اللاعب محمود كهربا وكمان اللاعب محمد مجدي أفشة في المران الجماعي للفريق، والحقيقة أن الجهاز الطبي أعلن أن اللاعبين جاهزين لخوض مباراة إياب أمام الوداد في سيمي فاينال بطولة أفريقيا. طبعا بنتمنى أن هم يبقوا في أعلى فورمة ويشاركوا ويساعدوا الفريق كله في أن هم يحصلوا على بطولة أفريقيا، لأن ده طبعا مطلب الجماهير الوحيد وهو التسعة يا أهلي. كمان حابة أقول أن اللاعب مروان محسن بدأ في برنامج تأهيلي، طبعا ده بيأهله للمشاركة في المران الجماعي بسبب شعوره بالإرهاق في المباراة أمام الماضية أمام نادي الوداد. بنتمنى طبعا أنه يرجع بسرعة ويلحق ويشارك في مباراة يوم الجمعة.